السلك اللي هنا اساسا معرض وده خطر على الاولاد تمام، وما فيش كشافات لان بالليل مثلا بتبقى الدنيا ضلمه بعد العشاء ما حدش بيشوف حد. تمسك الخط بتاعنا كله اللي هو نجع المدرسه تلاقي ما فيهوش اي كشافات. والكهرباء دي تاجي يوم وتقطع ثلاث ايام، تاجي ساعي وتقطع اربع ساعات. والسلك دي من هنا لغايه العمدان دوكوميتها لسنتين عاد لما شال وتقطع جبناها على حسابني. قال مشكلة النبقة دي، النبقة دي جبنا لها واحد وقطعناها ما خلينا فيه ولا قطعته كله. وهذه الحكاية قدام منك بالمنظر ما زي ما انت شايف. عاوز تشوف الحكاية كمان انت من بعد المغرب ده مرة عادية ما تلقاش ولا عمود نايف في الشقة دي على المغرب. كشافات النور من وقت ما تركب المحول ديت بتاع الأنصاري ما ركبش ولا كشاف فيه، ورحنا المجلس كذا مرة ونروح عشان قد مطالبات عشان يجيبوا لنا كشافات. فيش كشافات، فيش غير كام كشاف اللي جابوهم للتعات الغربة دولي المدعم اللي ركبوا لهم كشافات عشان يجيبوا كشافات ثاني. عشان يجيبوا كام كشاف جديد اي حق واحد يعليه واحد في المجلس او اي حاجه جاب لك كشافين في الملف هذاك اللي جو. لكن غير جديد ما فيش ولا كشاف عم يجي. وهذا الخط ما فيهوش ولا عمود، احنا وماشيين بالليل ما مش حتى نشوفوا بعض. وهذا عند الكهرباء السلك، تعال شوف السلك ضرب كان هيك للعيال. السلك كهرباء عندك السلك فوق البيت، السلك كهرباء ما مكشوف كله مش مغطاي كله، والفرده الواحده وفيها خمس وصلات.